تخليكم قدروا مظبوط جمهوري الانصار والنجمه. شباك التذاكر انفتح ابتداء من الساعه 8:30 على بكره ليسمحوا لاكبر عدد من المتفرجين يدخلوا للمباراه، وابتداء من 10:30 بلشوا الجماهير تتدفق على ملعب بيروت البلدي، اكثر من 22 الف متفرج داخل الملعب وعشرات الالاف برات الملعب. هون كان مقسوم الملعب شقفتين على يمين مش المنصة. بالطول بالعرض مقسوم شقفتين، شقفه للانصار شقفه للنجمه. على يمين المنصة كان جمهور الانصار وعلى اليسار جمهور النجمه، وبيفصل بيناتهم بوند من 3 أمتار عرض فاضيه مشان ما يحتكوا الجمهورين ببعضهم. وتواجد امني اكيد طبيعي انه يكون كبير، يعني القوى الامنيه احاطت بالملعب. وعم تشوف هون المكسيكان ويفز، امواج مكسيكيه، حتى شوفوا وين المتفرجين يعني مثل النحل واقفين على سطوح البنايات. وطاقم الحكام المجري مع ساندور بول اللي بيدخل لاعب انصار لاعب نجمه لاعب انصار لاعب نجمه، هذه كانت الفريقين تيحطوا يفرجوا الطابع الاخوه بين الفريقين. مباراة بتبدا بحدود الساعة 2:15 بعد الظهر. هون فينا نحكي شوي يمكن على تشكيلة الفريقين اللي الانصار كان بحراسة المرمى علي فقيه، بالدفاع كان في عنا منير حسين، كيفورت كرابيتيان، فوزي جمال وحازم الغور، بخط الوسط احمد السقسوق، مالك حسون، جمال طه وسليم حمزه، وبخط الهجوم احمد جرادي وعبد الفتاح شهاب. عند النجمه ماهر بيرقدار بحراسه المرمى، حسين الظاهر، عباس شحرور، موسى حجاج، محمد حلاوي، ارمين سلاميان، باسل شتيله، محمد ابو حلاوه، بلال فيفل، وبالهجوم علي قاظم ووائل نزهه. جمال طه على بنك احتياط ببدايه اللقاء، ما يعني ما شركوا من البدايه مدرب النجمه. المباراه بتنطلق، الانطلاقه كانت مع النجمه، بس اول محاوله ما كانت خطره ابدا على حارس الانصار الدولي علي فقيه. من بعدها اتجهت شوي المباراه نحو الانصار بالنسبه للفاعليه. راح نشوف بالهدف بالدقيقة الخامسة أول هدف، مالك حسون بصدى ماهر بيرقدار، ترتد للسقسوق وبيحطها داخل الشباك وسط فرحة كبيرة من جمهور الأنصار. النجمة بمحاولة ردة فعل، هاي تسديدة بوقفها علي فقيه بسهولة. رجع النجمة بمحاولته انه يعادل، وراح ينجح انه يعادل من هالتسديدة لموسى حجاج من مسافة بعيدة. علي فقيه لمس الطابة بإطراف صبيعه بس ما قدر يمنعها تفوت، صار دور جمهور نجمة ينفجر. شوط أول ممتاز بالفعل، كان رائع. الأنصار من مانية اليمين، عم نحكي من بعد دقيقتين ثلاثة هون، الفاول على يمين منطقة الجزاء، ضربة حرة، سقسوق ومالك حسون، مالك حسون بحطها تحت المقص طبعا مالك طبعا ماهر بيرقدار، ما كان ممكن ترد هالطابة، والأنصار بيرجع بيتقدم 2-1. كمان الأنصار مع جمال طه، تمريرة عرضية وجرادي ما بيقدر يترجمها لهدف. الحاج عدنان الشرقي مدرب الانصار بيطلب من اللاعبين تبعوله يسابروا، بس النجمه كان عنده رده الفعل اللازمه مع هالمحاوله الاولى، ترتد من علي فقيه، تسديده من ابو علاوه بتنصد، ضغط من النجمه اللي كان عم يلعب كثير منيح. عم
عباس شحرور راح بيصنع احلى فرصه للانصار هون للنجمه، بس ما بتترجم لهدف. جمال الحاج رح بيدخل قبل نهايه الشوط الاول ببضع دقائق، وبتثائب بدخول رح بيدخل محل بلال الفليفل، وبتثائب بدخوله انه النجمي رح بيسجل هدف التعادل من تسديده مرتده من العارضه. وائل نزهه موجود بسرعه لحتى يخدع علي فقيه. اول تسديده كانت من موسى حجاج على العارضه، كمان ما ممكن ترد كانت هيدي. وائل نزهه بينهي الشوط الاول بيريح اعصاب مدربه، بينهي الشوط الاول بنتيجه التعادل 2-2. وبيرفع رصيده من الاهداف لخمس اهداف خلال هالموسم باربع مباريات، خمس اهداف لوائل نزهه راجع بتالق يعني بهالموسم هذا. الشوط الثاني هلا مع ضغط ل الانصار، محاولات الانصار هون ماهر بيرقدار على قد المسؤوليه، يدخل محمد المسلماني بعد بلحظات، برغم انه النجم يحاول ببدايه الشوط الثاني انه ياخذ مباراه على حسابه، لكن بعض الاخطاء الدفاعيه تعطي الفرصه لعبد الفتاح شهاب. هون محاوله كمان حد القائم، نجم من بقابل مع طابر رح توصل لوائل نزهه وبصد علي فقيه، ومضي الوقت، النتيجه بعدها 2-2، والكلمه تخيلين رح تبقى 2-2 لحديث ما اجى هدف محمد المسلماني بالراس. يعني كان هو عدنان الشرقي كان عنده حاسه شم كثير قويه بالنسبه لدخول اللاعبين، لانه بفوته محمد المسلماني مع مكان احمد السقسوق، مع انه السقسوق كان سجل هدف الافتتاح. وهيدا عبد الفتاح شاب رح بيعمل نتيجه 4-2 بعد بخمس دقائق، بينهي اللقاء لصالح الانصار. الانصار يلي بيوسع بهال بفضل هالفوز هيدا الفارق ما بينه وبين النجمه الوسيط لخمس نقاط. بنهاية اللقاء بطبع طرحة جمهور الأنصار، وحاولنا هون ناخذ ردة فعل للجهاز الفني للنجمة سمير نخال مجعص، حاول ياخذ انترفيو من المخلوفي بس كان خيبة الأمل كبيرة عنده ما كان قدر يحكي. كمان نفس الشيء لوائل نزهة. وائل نزهة يعطيك العافية، شفناك عم تقدم مباراة رائعة بالشوط الأول، شو صار بالشوط الثاني معك؟ يعطيكم العافيه، يلا بعدين ان شاء الله. اكيد خيبه امل لنعته يحكي، بس تجنب بعدين للاعبي الانصار وجمال طه. شخصنا شوي المباراه، اكيد اول شيء اول شوط كان المباراه ما شفتها كانت متكافئه، بس ثاني شوط حسن في اداء نادي الانصار وتراجع اداء نادي النجمه، قدرنا سجلنا عده اهداف مع انه كان لنا فرص ضايعه، بس بعتقد ان المباراه كانت قمه من كل شيء، قمه بالاداء من ناحيه الفريقين، وانا كثير بحيي الجمهورين لانه كان كمان حمل المسؤوليه معنا، ولعبنا مباراه كثير حلوه بوجود 22,000 متفرج بدون مشاكل، فبتمنى دائما هيك تكون مباراه. وهارد لك للنجم، ومبروك للانصار، ومبروك للانصار بطوله الذهاب حاليا. الحمد لله رب العالمين، سبقوا انه دعيت للال بي سي انه صرح على الماتش قبل الماتش هذا الشيء، فرفضت لغايه، وكنت بتمنى انه كمان تحل الفرصه من ال بي سي انه احكي بعد الماتش، لانه هذا اللي كنت متمنى احكي بعد الماتش. الحمد لله اجتني الفرصه مثل ما شفته وشاف الجمهور الكبير انه الفوتبول جهد وتعب ولياقه بدنيه واخلاق. فرحتي ما بالنتيجه، فرحتي بهالجمهور الكبير اللي اجى من الطرفين اللي شفناه بانضباط تام، وكانت فرحه لا توصف قبل ما نلعب هالماتش هذا. الحمد لله رب العالمين قدرنا نفوز، وهلا انا فيي اقول لكم انه انا حكيت وكان الحكي فوز وجهد وتعب. بشكل عام المباراه كانت جيده وحلوه ومباراه مفتوحه، واثنيناتنا سجلنا الاهداف اللي فاتت فينا تقريبا اخطاء كانت،
انما اهدافنا كانت رائعه جدا، والهدف الثالث تاكد انه فريقنا قادر انه يفوز وبطل بكل معنى الكلمه يعني. ومبروك للانصار وهاردك للنجم. اول شيء الله يبارك فيكم، مبروك لنادي الانصار وجماهيره وادارته وجهازه الفني. انت عارف هذه مباراه قمه اجت مضبوط، مباراه قمه جماهيريه وفنيه ولعبا ونظاما وبكل شيء. يعني بنقول الحمد لله، ما تنسي ان بين الاول والثاني والفرق نقطتين، كانت شوي المباراه حساسه معلوم شوي. كنتوا دائما عم تتقدموا وعم تساعدوا النجمه، باول ثاني شوط شفنا في ضغط من النجم عليكم، خفت بوقت من الاوقات انه تفلت المباراه من ايدكم؟ لا، اذا بتقدر تعود للمباراه انه نادي النجم ضغط كثير بالشوط الاول، قلت لهم اني ما بين الشوطين ما بقى فيهم يقدروا يلعبوا يقدوا الاداء الشوط الثاني نفس اللي قدوه الشوط الاول. مشان هيك زدنا نحن، غيرنا من لعبنا وصرنا نلعب ثلاثة بدل ما كنا نلعب اثنين بأول شوط. هن بأول خمس دقائق ضغطوا بعدين ما عاد في، ولكن أنا بتشكر فريق النجمة ومدربه إنه مع، وبتشكر جهاز الفني طبعا الأنصار وفريق الأنصار إنه فرجونا مباراة فيها ست جوال، فريق عم يجيب جول بيرجع يتعادل، بيرجع فريق بيرجع بيتعادل، بيرجع فريق بيربع، دليل على انه الفريقين كويسين وان شاء الله يضلوا يقدروا يتابعوا الدوري لمشان يحلى اكثر واكثر. هل فوز بمثابه اي اندفاع رح يكون لكم بالمباريات الدوليه اللي قريبا رح تخوضوا باسم يمكن كل لبنان اكيد هالمباريات؟ ان شاء الله تكون حافز لنا وللعيبه، نقدر نأدي للوطن جزء من الوطن، له الوطن علينا بربع نهائي اسيا ان شاء الله. فينا نعتبر انصار ال 97 98 افضل فريق للانصار؟ ما فينا نقول ليخلص الدوري. يعطيك العافية، ميرسي كثير. إذا مبروك الأنصار.